بالنسبه للاقسام التحضيريه الداخليه الاقسام التحضيريه بالفعل كان جات المذكره الوزاريه الخاصه بالاقسام التحضيريه واللي كتحدد كتقول بان الطاقه الاستيعابيه تكون 50% بمعنى كل طالب او طالبه في بيت، ولكن من بعد كان تم الحرمان ديال ساكنه مكناس والنواحي، تم اسكان كل القاطنين خارج مدينه مكناس، ومن بعد بقاو لنا الساكنه الطلبه ديال مكناس والنواحي. وبالفعل دخلت جمعيه الاباء مراسله السيد المدير الاقليمي مشكور، والمدير الاقليمي اتصل بالمديريه الجهويه اللي بعثت واحد اللجنه اللي مكونه من وزاره الداخليه فيها ممثل وزاره الداخليه ووزاره الصحه والممثل ديال جمعيه الاباء ورئيس المؤسسه مدير المؤسسه، واللي درنا معاينه لهذيك الداخليه وتبين بان البيوت ديال الداخليه فيها التهوئه الكافيه وفيها المسافه الكافيه والتباعد الكافي، وبالتالي تم القبول بادخال طالبين او طالبتين في كل بيت وتحل هذا المشكل. ومن بعد هذا واحد الاسبوع الوزاره دارت واحد المذكره وعممت وقالت بان جميع الاقسام التحضيريه يكونوا مزدوجين، يكون اثنين في كل بيت. اذا كنا الناس باقيين حلينا هذا المشكل في ثانويه مولاي اسماعيل، لكن الاشكال اللي مطروح الان هو ان الدراسه بدات ماشي بالنسبه للاقسام التحضيريه، بالنسبه لجميع المستويات ديال التاهيلي، ولكن عندنا واحد الاشكال كبير وهو عدم الالتحاق الداخلي على مستوى الجهه ديال مكناس ديال فاس مكناس بصفه عامه، وكذلك بعض الجهات. بالنسبه للدخول المدرسي تم بشكل عادي وتم التهيئ اليه بشكل كبير من داخل المؤسسه بتشارك بطبيعه الحال مع المديريه الاقليميه، ولكن الاشكال اللي كيعرقنا احنا كجمعيه هو عدم الالتحاق ديال التلاميذ. اولا التحقوا واحد الجزء منهم، ولكن واحد الجزء اخر كيلتحق بشكل متاثر وهو التلاميذ الداخليين اللي كيقراو في الاقسام التحضيريه، وعندنا ما يزيد واحد 400 في النسبه للثانويه مولاي اسماعيل، الشيء اللي وكلهم طبيعه الحال فقراء وجايين من البوادي. ولذلك احنا حاليا في اتصال مع المندوبيه الاقليميه وكذلك مع المؤسسه والفيدراليه الوطنيه لجمعيه الاباء والتلاميذ باش توجد واحد الحل نهائي ديال هاد التلاميذ. اولا احنا بدينا ربما في هذا الاسبوع غادي تكون التغذيه بالنسبه للجميع، ولكن بالنسبه للمبيت مازال هناك نقاش، كنتمنوا انه يتم الحل ديالو في اسرع الاوقات، وفي نفس الوقت كنتمنوا بان الدروس عن بعد تغلق باش يكون تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في اولا في المؤسسه وفي الاقليم وكذلك على المستوى الوطني.